السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة توب 7 مينوت. موضوع الفيديو اليوم هو نتعرف على المعادن والفيتامينات لصحة الشعر، كذلك كيفية التخلص من قشرة الرأس، وأسباب وعلاج طبيعي وطبي لتساقط الشعر. هناك 3 أنواع من قشرة الشعر، هناك قشرة جافة وقشرة دهنية وقشرة دائمة ومتكررة. الآن هنا سنتكلم عن أهم المعادن النادرة لصحة الشعر، أهم الـ5 المهمة لصحة الشعر. أولا هناك الحديد، وهو عنصر مهم جدا يساهم في قوة الشعر، ومصادره معروفة، موجودة في اللحم والكبد. العنصر آخر وهو السيليكون، وهو أساسي لبنية الشعر، ونقصه يؤثر على تماسك الشعر وقوته. عنصر آخر وهو الزنك. الزنك دوره مهم جدا، والأهم من ذلك هو مهم في التفاعلات المتعلقة بالأنزيمات، فكل الأنزيمات مهمة جدا في التفاعلات المناعية ومحاربة الجذور الحرة، ونقصه يسبب إصابة بالنمط الذكوري من الصلع. النحاس هو العنصر المسؤول عن لون الشعر، وأهميته كأهمية فيتامين السي، ونقصه يسبب إلى تحول الشعر إلى شعر الشائب، فنقصه هو السبب الرئيسي في ظهور الشيب للشعر. نذكر آخر عنصر وهو السيلينيوم. السيلينيوم هو مضاد أكسدة، وهو من مضادات الأكسدة القوية، وهو مهم جدا للغدة الدرقية. هذا أهم العناصر الـ5، الدور ديالها وهو تخليق البروتين أي تصنيعه، وصحة الشعر وطوله وتماسكه. وندخل في معادن أخرى وهي مهمة أيضا، ولكن ليس كأهمية هذه الـ5 العناصر. وهو يحارب الثعلبة، كذلك هناك بيوتين نقصه يعني أن هناك مشكل أو تلف في الأمعاء، فهو تنتجه الميكروبات الموجودة في الأطعمة التي نأكلها، أي فلورا الأمعاء. النقص ديالها غادي يسبب لنا نقص في البيوتين، وهو مهم لنمو الشعر. كذلك هناك فيتامين أ، وهو عنصر مهم جدا، ويساهم في نمو بصيلات الشعر أي جذور الشعر. وكذلك فيتامين أ، وهو أيضا مضاد أكسدة، ومشابه لمفعول السيلينيوم الذي هو مضاد أكسدة قوي جدا، ويساهم في صحة الشعر وتماسكه. هذا المكمل الغذائي مهم جدا، لا نهتم للعلامات التجارية، ولكن نهتم فقط للمكونات الأساسية للشعر. هذا المكمل يتوفر على كل المركبات، كل فيتامينات بي ومركباتها من بي 1 حتى إلى بي 12 أو بي 2. كذلك هناك فيتامين سي، وهو عنصر مهم جدا للتعامل مع معدن النحاس، الذي يساعد على الحفاظ على لون الشعر والتخلص من الشيب. كذلك هناك فيتامين دي 3 وفيتامين E. الفيتامينات الأساسية والمعادن المهمة جدا جدا جدا، وهو السيلينيوم والزنك والحديد. إذن فهذا المكمل يتوفر على عنصرين أساسيين لتغذية الشعر، ألا وهو الزنك وفيتامين B المركب.
هذه المعادن والفيتامينات نحتاجها بكميات ضئيلة فقط لحبة واحدة، شرب حبة واحدة بعد الفطور. لماذا نحتاج إلى هذا المكمل الغذائي؟ لأن تقوية الشعر والتخلص من القشرة يجب أن يكون من الداخل، فأغلب الناس يعانون من التهابات الأمعاء، فيكون عندهم نقص في البيوتين والمعادن الأساسية، فبطبيعة الحال يكون هناك تساقط حاد للشعر. ونعرف أن دورة الشعر ما بين 2 إلى 5 سنوات، والشعر إذا قمنا بحركة باليد فيجب أن تسقط فقط بين 1 إلى 10، فإما إن كررنا الحركة بالشعر فتساقط عدد أكثر من الشعيرات، فهنا يكون تساقط مرضي وليس طبيعي. فمن أفضل علاج تساقط الشعر من الداخل بهذا مكمل غذائي طبيعي جدا وليس له أي آثار جانبية. هناك حمام زيت يكون بهذا الزيتين الأساسيين، زيت زريعة الكتان وزيت الزعتر، وهو زيت مسمى ويلدو أوريغان أو باللغة الأمريكية أوريغانو. هذا هو الزعتر أو أوريغانو، زيت زريعة الكتان. هذه العنصرين مهمين لقشرة الرأس، فقشرة الرأس لها أسباب كثيرة، ومنها التوتر النفسي، ارتفاع الكورتيزون، كذلك ارتفاع نسبة استروجين، ووقوع خلل الهرمونات بعد الولادة، كذلك بعد انقطاع الطمث، وارتفاع التستوستيرون بالنسبة للرجال يسبب لهم الصلع يسمى الثعلبة الذكورية. فننصح بهذا الزيت، ولكن حاولوا ما أمكن ابتعاد شيئا ما من فروة الرأس واستعمال كمية ضئيلة من زيت الزعتر. ضروري نستعمل ملعقة صغيرة جدا من زيت الزعتر، لأن هذا النوع من الزيوت تكون حارة جدا بالنسبة لفروة الرأس، ولكن هو يساعد على التخلص من قشرة الشعر. ونضيف كذلك ملعقة كبيرة من زيت زريعة الكتان، ومعروف زريعة الكتان تساعد على تطويل وكثافة الشعر، فنضيف ملعقة كبيرة من هذا الزيت وملعقة زيت صغيرة من زيت الزعتر. أكرر، ملعقة كبيرة لزريعة الكتان وصغيرة لزيت الزعتر، ونقوم بدلك الرأس جيدا، نقوم بدلك جيد لفروة الرأس للتخلص من القشرة. أما الوصفة الأخرى فتحتاج إلى ملعقة كبيرة خل تفاح لتدليك الرأس أولا، خصوصا الذين يعانون من القشرة الدهنية. إذن أذكر، هناك 3 أنواع من القشرة، هناك قشرة جافة وقشرة الدهنية ثم أخيرا القشرة الدائمة والمتكررة. خل تفاح ننصحه بالضبط لقشرة الدهنية، أو ممكن استبداله بعصير الحامض. بعد دلك الرأس بخل التفاح نضيف بيكربونات الصوديوم. نحتاج فقط كمية قليلة نضعها وننثرها فوق الرأس للتخلص من القشرة بسهولة وبسرعة فائقة. بيكربونات الصوديوم له دور مهم جدا، وهو يفك الالتصاق القشرة
الدهنية على فروة الرأس، فهو يساعد على التخلص القشرة بطريقة رائعة وفورية وبدون أي احتكاك أو التهاب في الرأس. الوصفة الأخرى وهو نأخذ الشامبو، الشامبوهات على حسب كل واحد الشامبو المفضل لديه، وكذلك نأخذ أسبرين. الأسبرين حبة من الأسبرين ونضيف له الشامبو، وله دور كبير جدا وفوري للتخلص من قشرة الرأس. نقوم بكسره ومن أفضل طحنه جيدا قبل، أفضل أن أضع وعاء فيه أسبرين مطحون والشامبو. هناك طريقة أخرى، يأخذون مسحوق من أسبرين ويضيفونه إلى الشامبو ويبقى فيه دائما، كلما احتجت إلى الغسل يغسل الشعر بهذه الوصفة مرتين في الأسبوع. مسحوق أسبرين ونضيف قليل من الشامبو. نضعه فوق الشعر المبلل بالماء الدافئ، وهناك نلاحظ التفاعل الأسبرين والشامبو فوق فروة الرأس، وبسرعة تتخلص من قشرة الرأس. وهذه وصفة معروفة ومسربة وتعطي نتيجة هائلة وفورية، تتخلص نهائيا من القشرة. وما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا على المشاهدة.